كل سنة حضرتك طيبة ومسيرة بخير طيب وسعادة إن شاء الله. ومحتاجة توضيح، والممارسات كانت أفضل للمواطن وللحكومة، ولا العدادات الكودية هتبقى أفضل للمواطن وللحكومة، ولا إيه؟ هو طبعا هي في الإسماعيلي في الأول هو مجلس الوزراء هو اللي يعني تفضل بالموافقة على فتح ما يسمى بالعدادات الكودية، وخلينا نقول ان العدادات الكودية ديت هي آلية مجلس الوزراء كان وافق عليها قبل كده هوت، علشان نوع من وضع آلية لحساب استهلاك المواطن بطريقة عادلة بالنسبة للمواطن وبالنسبة للشركة. تمام. يعني يبقى كل واحد يعني يدفع اللي عليه والشركه تاخد حقها. امال في الممارسه كان ايه اللي بيحصل دكتور ايمن؟ الممارسه هي ده لفظ دارج، هي ده في حقيقه الامر، هي بتبقى محضر سرقه تيار كهربي بيتم عمله طبقا للقانون للشخص اللي هو واخد الكهرباء بدون يعني طريقه شرعيه. تمام. وبالتالي كان بيحصل معاه مصالحه وبتتحول الى مبلغ، مبلغ بيبقى تقديره كده هوت يعني بدون آلية محددة يعني. تمام. او بيبقى تمام. ممكن بيبقى يعني تقديرية، وفي النهاية ممكن القيمة دي ممكن تبقى يعني اكتر من او تبقى الاستهلاك أو أقل. والحقيقة ده كان في منه شكوى كتير قوي، مظبوط، لانه ما كانش في ضوابط بعينها لمسألة الممارسة. يعني هو كانت مفتوحة، هي ديت الآلية ديت كانت مفتوحة لغاية 30/6/2018. نعم. وكان في عدد من الناس قدمت تقريبا حوالي 2.4 مليون طلب. نعم. كانت يعنيها. نعم. وبعدين مجلس الوزراء ما جددش الخصم. طبعا هو مجلس الوزراء بيبص على طبعا الصالح العام بمنظوره عام، يعني دي مباني مخالفه ايضا. نعم طبعا طبعا. وفي نقطه مهمه جدا، ان برضو العداد الكودي دوت لا يقنن وضع الوحده السكنيه او الوحده اللي هي المنشاه نفسها، لا يقنن وضعها، ولكنها هي زي ما قلت لحضرتك هي مجرد عداد بيحسب الاستهلاك الحقيقي للكهرباء. ثانية واحدة، الكلام اللي حضرتك قلته في غاية الأهمية. الممارسة كان بيديله موافقة فيمشي حاله زي ما بنقول كده، مش موافقة، هي مجرد ان هو قيمة تقديرية لاستهلاكه لحين تقنين وضعه. عفوا، هو ده اللي صح. العداد الكودي مش معناه مش موافقة على المخالفة. مظبوط مظبوط. ده بس كل ما في الموضوع انه هيبقى عداد هيحسب بالظبط استهلاكه، ده لا يعني المصالحة مع المخالفة. مظبوط. عشان كده كلمة كودي معناها ان هو العداد، اي عداد لما اي مواطن بيقدم عداد فبيبقى مطلوب منه بعض الاوراق علشان العداد يتكتب باسمه. وبالتالي بيبقى سند قانوني ان المنشاه ديت او الوحده ديت. ما انا كنت لسه هقول لحضرتك، انا النهارده لو قدمت ان انا عايز اركب عداد باسمي هيجي اي حد؟ ده بالنسبه لي انا ده اثبات ان ده مكاني وانه الحكومه موافقه على ان انا خالف. لا، ما هو ده بقى، ده العداد ده بيبقى بكود ده موجود فقط في الشركه. نعم. ولا يعتد به قانونا في ان هو يثبت قانونيه او يعني وضع الوحده السكنيه، ولا يقنن وضعها خالص. تمام. مجرد ده كود، مش العداد الكودي لا يعني الموافقه على المخالفه اذا كان العقار او البيت او المنزل مخالف. وهو بيبقى يعني ممكن لو حصل ازاله للوحده السكنيه تزال وخلاص، والعداد بيتم رفعه. تمام. هو بس فكره انه دي مساله فيها اكتر عداله لمسألة الاستهلاك مع المقابل عن اللي كان بيحصل قبل كده، سواء بقى لشركة الكهرباء أو للمواطن تبقى الأمور كده منضبطة أكتر من الممارسة. لكن هذا حاجة تانية. وفي حاجة تانية برضو مهمة، إن لما بيبقى طالب العداد بيبقى لما بيوصل يعني وصل الكهرباء بدون طريقة شرعية مقننة شرعية. نعم. قانونية. بتبقى مجرد ان هو وصله واتاخدت وخلاص، ممكن تأثر عنده، ممكن تأثر على الشبكة. فبالتالي اللي بيقدم على عداد كودي بيطلب منه بعض المهمات الكهربية او بعض المستلزمات علشان يأمن وضع عنده هو الكهرباء، وكمان ما يأثرش على الشبكة. وده ملوش علاقة بقى بالقانون اللي اتوافق عليه مؤخرا بالتصالح مع مخالفات البناء؟ لا لا طبعا ملوش علاقة. التصالح ده بيقنن بقى وضع الوحدة السكنية، ده قصة تانية خالص، ده موضوع تاني. تمام. اشكرك فندم، وكان يعني متهيألي كان مطلوب التوضيح
في هذا القرار. بشكرك دكتور أيمن حسن.